ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده عمرو عواد افتر بارتي مروان بابلو. اوكي افتر بارتي، اوكي. الاغنيه دي انا كتبت لي تقريبا من واحد كتبت لي كتير، بقاله يعني 3 ايام، اكتر من 3 ايام حاجه زي كده بيكتب لي. اوكي، فانا قلت عايز اسمع حد مع مروان بابلو. على ما اعتقد عمرو ده عواد ده مش مصري، على ما اعتقد، على حسب اللي انا فهمته، لان اتكتبت لي من حد هو ما اعتقد ان هو مش عربي، مش مصري، اسف. ف خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه ونشوف مين عمرو عواد. اوكي يلا ليتس جو. اوكي، انا اغاني كلها اللي انا عملتها النهارده مفيش ليريكس خالص مكتوب. اوكي ما علينا، خلينا نشوف الأغنية دي بتتكلم عن إيه. ثواني، دي اللي هي بتاعت جيك بول، أغنية اللي هي بتاعت أوت أوف لندن، حاجة زي كده، والله ما فاكر. أوت أوف لندن تقريبا. استنى هجيبها لكم. يا بصوا اسمعوا كده، هي مختلفة شوية عندي، مغيرين البيتش، مغيرينها تقريبا ومهديينها، صح؟ مش عارف، انا حاسس ان هم شبه بعض، انا ممكن اكون غلطان. اوكي بس مش عارف، انا ده اللي جه في دماغي، وممكن تكون اغنية تانية اصلا وانا ربطتها بالاغنية دي، ممكن. لا بس انا حاسس ان سمعتها قبل كده، ما علينا. بحاول افتكر اني اغنيه بالظبط، لان انا فاكر اني سمعتها بالظبط، مش بتاع جيك بول. لو افتكر سمعته اللي هي بتاع جيك بول، هي ولا مش هي؟ انا حاسس ان هي. أشجار وتلج ومياه اصطفت عالمية. أنا بتكلم على الجيتار. أوكي، خد اللي ليك سيب اللي ليا، الأفتر بارتي صباحية. أشجار وتلج ومياه اصطفت عالمية، خد اللي ليك سيب اللي ليا، الأفتر بارتي صباحية. الأولى أشجار تتلف، التانية تلج تسف. عمرو عواد طلع مصري. تالتة مية تتصب، ناسي كل حاجة، متك على الصبر. العالم بتاعي رئيس عمر حرب، راجع ابني جوامدون كل قصر. اخر الملوك انا يمكو العصر، اخر الملوك لسه طالع من القصر. حاطط بنها الماب، فرساتي تتلم في كتاب. فرساتشي مالي الدولاب، حاقد ينجلهم اكتئاب. صحاب ضعوا غراب، احباب ضعوا في السراب. بلح يملع عينهم بلح تراب. صحاب ضعوا غراب، احباب ضعوا في السراب. بلح يملع عينهم تراب. اي دي ورويال خراب، كلكم عشري انا ابراهيم. مش لاقيين بس غشيم، اسفين حبونا الكارهين. نقرا الفاتحه الحاقدين. ساعة السلام بنحارب، ماشي بساعة من غير عقاب. ساعة السلام بنحارب كارهين، نقرا الفاتحه الحاقدين. ساعة السلام بنحارب، ماشي بساعة من غير عقارب. فاكرني حتى وانا غايب، بنساكم وبفتح عزايز. ساعة السلام بنحارب، ماشي بساعة من غير عقارب. عايز لي تمن يا ناس نعيش، ايدي النخل سكة سكة سكة. اشجار وتلج ومية اصطفات عالمية، خد اللي ليك سيب اللي ليا، الافتر بارتي صباحية. اشجار وتلج ومية اصطفات عالمية، خد اللي ليك سيب اللي ليا، مروان بابلو. ده عمرو، كل ده كان مروان بابلو. هو ده مروان بابلو المفروض. اوكي النهارده الليل عيد، كنسل كل، بس انا عشان الاسم انا افتكرت ان هم اوكي انا مش شايف.
مروان بابلو اوكي شايف شعره كل المواعيد ولع فيهم زي الويد يا She loves doing cocaine She loves me عشان وسيم عارفة اني ماليش بديل يا يا That's not أنا غير الكوتشي نايكي جاكيت صورة وبولمبيك I'm the realest I can fake هفهمك بس لما نروح البيت I can fake okay wow I can fake هفهمك بس لما نروح البيت Uber everywhere قولي الهيتر I don't care رول الجوي في السريع خمسة ونطلع على الايه بيقول قولوا الهيترز انا I don't care فاللي هو مين بيكره مروان بابلو ماشي عكسين انتو الشر انا الخير When it comes to trap nigga انا ريكلير اصلي كلهم كوبي بتشابوا لك ام كوبي احنا اللي بنعمل الموفز نجيب فلوس دي الهوبي زي الجيتار انا في الليد انتو سكس احنا نسكسيد انت قاعد دايما نكست انا مقيم هنا في الريبي اشجار وتلج وميه اصطفات عالميه خد اللي ليك سيب اللي ليا الافطر بارتي صباحيه اشجار وتلج وميه اصطفات عالميه خد اللي ليك سيب اللي ليا الافطر بارتي صباحيه اوكي انا موضوع البيت اللي عامل لي شويه اللي هو اوكي انا بص انا مش من محبين جيك بول اوكي فيمكن دي اللي مخلياني مش عاجبين الاغنيه بصراحه اوكي عشان انا بحب كي اس اي اوكي لو انتوا عارفين كي اس اي وعارفين مشكله مع كي اس اي وجيك بول ولوغان بول بس لوغان بول وكي اس اي دلوقتي بقى صحاب عادي رجعوا تاني صحاب اوكي لان كانوا صحاب قبل كده ودلوقتي المشكله بقت ما بين جيك بول وكي اس اي ان هم المفروض يبقوا في حرب مع بعض بس كي اس اي في حاجات بيعملها مع علينا فما علينا اللي عايز اقوله ان انا ما بحبش البيت مش عاجبني بسبب جيك بول اوكي مش عارف مين اصلا بيحبه ممكن يكون حد فيكم بيحبه اوكي فانا اسف انا ده رايي مع ان نادر قوي لما تلاقي حد اصلا بيحب جيك بول ما علينا ده كان رياكت اوكي الاغنيه انا مش عارف انا عايز اعرف عمرو عواد لسه اللي هو انا مش حاسس لان عايز اسمع له حاجه تبقى اوريجينال اوكي لان انا حاسس ان دي مش اوريجينال يعني حاسس ان هي كأن حد عامل ريميكس فاهم حاطط بيت على كلام بتاعهم هو ده اللي انا حاسه فاهم فالاغنيه دي انا مش هتتحسب لعمرو عواد اوكي هو مكتوب عمرو واسمه عمرو عواد المفروض مكتوب بالعربي عمرو اوكي فما تتحسبش انا يعني مش هتعامل على عمرو عواد ان الاغنيه دي تتحسب له اوكي ما تتحسبلوش انا لسه عايز اسمعها تاني انا شايف اغنيه تشامبيون حاجه زي كده تشامبيون فهدي عايز برضه بسمعها ما علينا ده كان الاكت يا رب يكون الاكت عجبكم انا مش عارف بيت منكوش يا رب يكون الاكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس